هاد المنتوجات المصنعة يدويا تتكمل المشهد هنايا في الفندق اللي متخصص بصناع تقليديين. وحنا هنايا باش نعرفوا بالموروث المغربي للسياح، الناس اللي تيجيو لهنايا باش يشوفوا التقاليد ديالنا، يشوفوا زعما الحلويات المغربية الأصيلة. وبالنسبة للفندق عنده 4 قرون، يقال أنه بناته سيدة بنت سفير بن عائشة، وتم الترميم ديالو مؤخرا وصبح فضاء الصناع التقليديين. حنا زيد سعداء وفرحانين بهذا المكان ملي ترمم، وكانت الباح واحد الزيارة ديال الأميرة حسنا، يعني حنا زيد فرحانين بها ملي جات لعندنا، وكاع الصناع التقليديين زيد سعداء وفرحانين بهذا الالتفاتة الشريفة، هذا الموروث الثقافي العريق في مدينة رباط اللي جاء في شارع القناصير، والاسم ديال المكان فندق بن عائشة، يعني عنده واحد الدلالة ديالو، واحد التاريخ قديم بزاف. هاد البلاصة هذا تيبات في 1712، يعني هذا هو المعلومات اللي عندي، وكان المؤسس ديالها هو هاد اسم ديال ابن عائشة. حنا هاد الفندق كان بديت لاشا يودونا لدار الصانع، خدمنا تما واحد المده على ما صلحوه، ولكن ملي ترمم راه ولا تحفه نادره، وحنا فرحنا بزاف بهاد التحفه، وفرحنا بالقدوم ديال الاميره ديال البارح، راه شرفنا وحفزنا واحد التحفيز كبير وشرف كبير للصناعه والصناعيه. انت راه كبرات بينا، الله يكبر بها.